مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم مره ثانيه. وصلنا الان لموقع شروق نت، اخبار موقع شروق نت، وبرحب في هذه الفقره دائما يوم الاحد دكتور عبد الملك النعيم الكاتب الصحفي ومحلل السياسي. دكتور صباح الخير. صباح النور معتصم، وتحيه لك ولكل مشاهدي صباح الشروق في يوم الاحد والشروق نت. اهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا بك دكتور. وبدايه دكتور، خبرنا الاول بيقول حمدوك السودان على بعد اسابيع من تسويه ضحايا العمليات الارهابيه. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ان بلاده على بعد اسابيع من تسويه مع ضحايا العمليات الارهابيه المدمره كول والسفارات الامريكيه في كينيا وتنزانيا، والتي تعد احد شروط الحذف من قائمه الارهاب. وبحسب صحيفه وول ستريت جورنال، فان حمدوك يملك تصورا لقيام الولايات المتحده بتنفيذ عمليات مكافحه الارهاب في السودان تماشيا مع الدعم الذي تقدمه في منطقه الساحل بافريقيا. وحمدوك قال: لقد تحملنا المسؤولية في معالجة هذه المطالبات كول والسفارات والتوصل للاتفاق بشأن هذه ما ذكرنا في أسابيع وليس شهور. وأشار إلى أن هناك نقاشات أجريت مع المسؤولين بشأن الخروج من قائمة الإرهاب والتعاون في مكافحة القضيتين، تعاون وخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي واحدة من القضايا الموروثة. نعم. يعني حكاية تعويض المدمرة كول والسفارات يعني قضية ورثتها هذه الحكومة من النظام السابق، ولعلها كانت في فترة من الفترات التعاون بين أجهزة المخابرات في البلدين كان توصلوا فيها إلى يمكن صيغ تبدو معقولة جدا، التزام السودان بمكافحة الإرهاب والتعاون، والكلام ده على لسان مسؤولين في السي اي اي في اوقات سابقه. نعم. المزعج انه الان في ظل حكومه جديده وتوجهات جديده وتغيير للنظام السابق وكذا، والسودان بيسعى مع الولايات المتحده الامريكيه لرفع اسمه من قائمه الدول الراعيه للارهاب باعتبار انها هي الان المعضله الاساسيه جدا الواقفه امام اعفاء الديون او جدولتها او استفاده السودان من قروض ومنح او التعاون مع الصندوقين النقد الدولي وصندوق والبنك الدولي وكذا. المزعج انها تثار قضيه انها يطالب فيها السودان بدفع مبالغ اخرى. يعني عشان السودان يعفى من الديون كان محتاج لعمل مع نادي باريس باعتبار انه هو جهه يمكن ان توصي وتلتزم، للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد ذلك يبدا يجدول في الديون، ودي ذاتها كانت محتاجه لان السودان يدفع جزء من هذه الديون وفيها مشكله. لما ثاني الان نحن نتكلم عن انه الولايات المتحده الامريكيه تضع شرط انه والله التعويض برضه جزء من شروط الحذف، من الشروط الحذف، انا افتكر والله ده تصعيد وتعقيد. يعني ما خبر مفرح قطعا. يعني ما خبر مفرح، لانه الزيارات السابقه كلها كانت بغرض انه يحصل تليين في المواقف، ويمكن كانت في واحده من الثمرات اللي هي الترفيع الدبلوماسي الى درجه سفير. لكن لما نتكلم ثاني عن تعويض في ديون، وبعد ذاك تتكلم عن شغل مع النادي باريس لإعفاء، وتتكلم عن انه في مبالغ مفروض تدفع قبل الصندوقين ينظروا في امر السودان، انا افتكر ده والله تعقيد كبير جدا. نعم. صحيح انه رئيس الوزراء متفائل وهو بيسعى الان، وده جهد مقدر جدا، لكن الصحيح ايضا انه الولايات المتحده الامريكيه ما زالت بتضع في الكثير من المتاريس والعقبات امام رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. الواجب في الفتره القادمه دي انه الناس تعتمد على موارد المضمونه، سواء كان في اعداد الموازنه ل 2020 او في تنفيذ اي خطه اقتصاديه حقه نحن نشوف ما عندنا من موارد، والبيجينا من الخارج ده يكون دعم زيادة خير. لكن إذا كان الآن التعويل كله على الخارج والتعويل على أمريكا، أمريكا دي يعني بتلعب مع السودان القط والفأر من 93 و97 وكذا. صحيح الأوامر التنفيذية بتاعت رفع العقوبات الاقتصادية دي أوامر من البيت الأبيض، وأصدرها أوباما في آخر أسبوعين، لكن ما تطبقت ولا تنفذت. أما قضية الإرهاب دي قضية بتاعت كونغرس أمريكي، وده داير الحقيقة شغل كثير جدا، وأنا ما أحسب أنه أمريكا الآن عندها استعداد، لأنه التوتر في العلاقات بين ترامب والكونغرس الامريكي في ظل اتهامات هسه دايره، ده بخلي اي طلب يطلع من الاداره الامريكيه امام الكونغرس هو شبه مرفوض. نعم. لانه نعم. الاولويات ما السودان ولا هذا القانون. نعم. فنحن نتمنى انه الحكومه تعول على امكانياتها الداخليه، تعول على منتجاتها الزراعيه، تعول على صناعاتها، ترشد الانفاق بتاعاتها،
تحدث كثير جدا من التوافق بالداخل، الاستقرار والسلام وكذا، دي كلها نفتكر عوامل بتساعد السودان في انه على الاقل يواجه العالم بطريقه افضل، وممكن العالم يكون عنده استعداد اكبر انه يتعاون معك لو لقاك انت مستقر ولقاك امورك الداخليه مرتبه. طيب نحن انا دازل في المنطقه دي ذاتها، يعني عبد الله حمدوك السيد رئيس الوزراء رجل مالي، رجل اقتصادي، التفاؤل الموجود عنده ده برضه مش عنده إشارة يا دكتور؟ والله أنا أفتكر إنه بحكم هو عمله في المنظمات الدولية، زول اشتغل في المنظمات الدولية كثيرة جدا، لكن الشاهد في المسألة إنه هذه المؤسسات الدولية يعني ما بتشتغل بالعاطفة، نعم، ولا بتشتغل بالمعرفة، بتشتغل بالمؤسسات، تشتغل بأنك أنت كدولة كمؤسسة كشخصية اعتبارية مطلوب منك شنو ونفذت فيها شنو. نعم. لأنه بالفهم العاطفي ده نحن بنقول إنه أمريكا كانت بتحارب النظام السابق، نعم، وكانت بتحاربه في المواطن السوداني، لأنه يمكن تقارير نشرت ودراسات عملت إنه العقوبة كانت على الشعب السوداني أكثر من أنها كانت على الحكومة بتاعت الإنغاز السابقة، لكن مع ذلك أمريكا كانت بتحارب في النظام السابق بالفهم العادي أنه بمجرد ما جات ثورة وأزالت هذا النظام وجات حكومة انتقالية وعندها ترتيبات الولايات المتحدة الأمريكية طوالي تتحول إلى أنه تدعم مع النظام الجديد، لكن لأنها هي بتتعامل مع مؤسسات ولأنه القرار أصدرته مؤسسات بيكون ما بيعنيها كثير التغيير اللي حصل في السودان وإنها تغير هي رأي مباشرة، لا، عندها استحقاقات، لو الحكومة السابقة ما قامت بها يفترض إنه الحكومة الحالية تقوم بها حتى بعد ذاك هي تراجع الكشف بتاعه وتتعامل. فأنا داير أقول إنه تفاؤل الدكتور حمدوك هو ما من فراغ، هو 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 عنده ارتباط بالمنظمات الدولية ويعول برضو على علاقاته ويعول، لكن بس الشاهد في المسألة إنه زي الولايات المتحدة الأمريكية بتشتغل بمؤسسات أكثر من أنها تشتغل بعلاقات. نعم.